أكد رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي دعم البرلمان للمبادرات العربية التي تركز على الحل السياسي للأزمات التي تمر بها بعض الدول. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الأخيرة من دور الانعقاد الثاني للبرلمان العربي بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الذي كشف عن اتصالات للجامعة العربية لتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الاحتلال. وكل الشكر لأعضاء البرلمان العربي على هذا التكريم. في إطار دعم البرلمان العربي للمبادرات العربية التي تركز على مواصلة التماسك العربي، اختتم اليوم دور الانعقاد الثاني من العمل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، الذي نتج عنه قرارات عدة مثل الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والإرهاب. ننهي دور الانعقاد فإننا نحمل معنا ملفات وتحديات دسام لا زالت تعصف بعالمنا العربي، وستكون على أولويات جدول أعمالنا في دور الانعقاد القادم، وسنستمر في استثمار الدور المتصاعد للدبلوماسية البرلمانية العربية للتصدي لكل من يحاول إضعاف الموقف العربي الموحد. فما من شك في أن العديد من بلداننا لا يعيش ظروفا عادية، وإنما حالة من الأزمة. مع التفاوت في حدة هذه الأزمات ومدى اتساعها وخطورتها، وفي كل الأحوال فإن الأزمات لا تبقى محصورة في دولة أو إقليم جغرافي بعينه، وإنما تنعكس أثارها وتبعاتها على العالم العربي بمختلف شعوبه وعلى صورته لدى العالم الخارجي وقدرته على حشد طاقاته وموارده من أجل البناء للتنمية. الحل السياسي للأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية هو المنهج الذي انتهجه البرلمان العربي، وكانت القضية الفلسطينية هي أبرز القضايا التي جاءت على رأس الموضوعات التي تم نقاشها في هذا الدور بالبرلمان، وهو ما أكد عليه العديد من أعضاء البرلمان العربي. طبعا الجلسة اليوم يعني أبرز ما فيها طبعا هو القضية الفلسطينية. تم الاستماع إلى تقرير لجنة فلسطين، اللي هو في عبارة عن متابعة لخطة البرلمان العربي للتصدي لقرار ترامب بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس. ما في شك أنه في قضايا مهمة جدا، وعلى رأس القضية الفلسطينية والتي تعتبر هي القضية المركزية للأمة العربية. خطة وقرارات عدة كانت مخرجات دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، من ضمنها خطط رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وغيرها من القرارات التي تتعلق بشؤون مختلف الدول العربية. من مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، علا حجازي، تان تي في.